حكايه كريم ومطعمه المتنقل. يلا بينا فولو مي. انا كريم محمد 32 سنه، ليسانس اداب فلسفه، كنت شغال في قصور العقاريه شركه استثمار عقاري. الشغل اتاثر بازمه كورونا والقانون البناء الموحد قفل الشغل عندنا شويه، قعدت حوالي 4 شهور مفيش اي دخل، سولدات خلصت، ففكرت في مصدر دخل يعني. مساعده بقى من اهلي واخواتي واصحابي، وجات لي فكره ان انا اعمل صندوق واعمل اكل، انا هوايتي الاكل يعني. طبخ الحمد لله يعني بعرف اطبخ، فبس بمساعدات من العيله ومن الصحاب جمعت الصندوق ده مع خالي ونزلنا توكلنا على الله. بصي يعني احنا الحمد لله بنكسب يعني، هامش الربح مش كبير لان انا بجيب الحمد لله حاجات كويسه من اللي باكلها، من اللي انا بحب اكلها في البيت، مش شغل اللي هو اي حاجه يعني، فهامش الربح بيبقى صغير بس الحمد لله ربنا بيبارك يعني. تونه بالمايونيز وميكس جبنات وسوسيس مع بسطرمة ولانشون فراخ مع لانشون لحمه، دول الحادق، وعندي كريمه وحلاوه وعسل وشوكولاته ومكسرات شوكولاته كريسبي. هو الفكره كلها انا فكرت ان انا انزل باكل سريع ما بيحتاجش تجهيزات، اللي هو انا هجهزه في البيت وهنزل على البيع على طول، فاخترت الاصناف دي يعني والحمد لله ما مشيت مع الناس. قصه كريم مش الاولى ولا الاخيره، انت كمان تقدر تعمل زي كريم وتتعلم منه، وزي ما قال كينج محمد منير لو بطلنا نحلم نموت، احنا كمان لو بطلنا نسعى ونشتغل هنموت. يا رب تكونوا استمتعتوا مواضح النهارده، واستنونا في قصص تانيه كتير. باي واضح.